السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسعد الله أوقاتكم متابعينا مشاهدينا الأعزاء، حياكم الله زملائي في الاستديو، نحييكم ونرحب بكم في هذه الجولة الجميلة والرائعة من أرض حارات سيارات الشارقة ومن معرض متميز أيضا مشاهدينا الأعزاء اليوم بسيارات النقل أو سيارات البيك أب المعروفة عندنا طبعا لاستخداماتها للبر للمزارع وأيضا للرحلات، والآن الفترة الأخيرة استخداماتها طبعا للمنزل. خلكم ويانا نتعرفين ان شاء الله مع مدير المبيعات لهذا المعرض، يخبرنا عن هذه السيارات الجميله والرائعه، سيارات الدفع الرباعي وسيارات النقل. حياكم الله ورجعنا لكم مره ثانيه متابعينا ومشاهدينا الاعزاء، نتعرفين ان شاء الله وياكم اليوم مع مدير المبيعات عن هذا المعرض الجميل المتميز، نتعرف ان شاء الله فيها على اسمك. عبد الرحمن الديب، مدير مبيعات مجموعه معارض الفارس، تجارة السيارات شرق الحراج الشارقة. جميل. طبعا اخوي عبد الرحمن هذا مش اللقاء الاول معاك، هذا طبعا في لقاءات سابقه وانت ما شاء الله عليك يعني عندكم مجموعه من السيارات ومجموعه من المعارض. صحيح. واليوم نحن في احد المعارض اللي موجوده عندكم من ضمن المجموعه، لكن اليوم سياراتكم ما شاء الله كلها سيارات كلها اوف رود، السيارات اللي هي دفع الرباعي، سيارات النقل، سيارات اللي هي نسميها طبعا البيك اب. صحيح. اهتمامكم ما شاء الله والكميات اللي موجوده شفناها اليوم والالوان والمواصفات، باك تخبرنا شوي عن هذه السيارات. تمام اخوي. شوف متوفر احنا عندنا الدوج الرام الايكو ديزل اللي هو 6 اسطوانات. نعم. 3.0 3.0 لتر توين توربو ديزل دبل توربو، سياره 260 حصان. سياره عندنا موجود منها من 19 لل 20 لل 21 22 بعد موجود الموديلات من 19 لين 22 موجود. تبارك الله. وايضا موجود منها فئه ثانيه اللي هي الثمان اسطوانات 5.7، هذه تجي اللي هي فئه البترول. نعم. فعلى حسب استخدام الشخص يعني على حسب المتطلبات. نعم. وبيختار من هذه وهذه والمواصفات يعني كلها متقاربة. تبارك الرحمن، انتم وفرتوا 6 اسطوانات و8 اسطوانات وفئة المحركات اللي هي الديزل وايضا محركات الوقود. صحيح. يعني عندكم تشكيلة رائعة من هذه السيارات. صحيح. بالاضافة ايضا في اختلاف في الاسعار والالوان اللي موجودة عندنا. أكيد. طبعا احنا بدينا معاك الان في الدوج اللي الديزل. هو الديزل، خبرنا عن هذه السيارة مواصفاتها. هذه الديزل ايكو ديزل ريبل، هذه تجيك. نعم. فئه الفول سبورت، هذه 2021 السياره 2021 هاي هيد اب ديسبلاي، فيها مواصفات جدا طيبه السياره، وعلى طول السياره حتى بيستخدموها الناس. بس تفضل هني مش فقط للاوف رود. جميل. مش فقط للاوف رود لكن كاستخدام يومي كمان، السياره موفره جدا في الوقود. في الوقود طبعا 6 اسطوانات ديزل، مواصفات عاليه السياره ايضا متابعين الاعزاء. الداخليه طبعا عندنا المقاعد جلد اخوي عبد الرحمن، مقاعد جلد، واوقات تيجي على حسب المواصفات تختلف، في مقاعد تبريد تسخين، مقاعد مخمل، مقاعد جلد، ما شاء الله. لكن بانوراما اشياء كثيره يعني كم مواصفات السياره، حساسات عليها ما شاء الله، والكاميرات كل شيء عليها السياره. صحيح. فيه المحرك طبعا 6 اسطوانات مشاهدين الاعزاء ديزل، السياره طبعا هذه وارد مش خليجي، وارد كندا، وارد السيارات كلها تغيير كلها وارد. احنا تخصصنا في السيارات الوارد. نعم. هذه كم العداد الحين، كم الكيلو؟ هذه العداد حقها يا اخو 2000 يمكن او 5000، مشيان قليل. مشيان قليل يعني. نعم. عندك 30 على حسب، تختلف باختلاف السيارة. نعم. على حسب مشي السيارة. مشي من 2000 عندنا موجود. من 2000، والسعر كم بيكون إن شاء الله على هذه السيارة؟ السعر على هذه السيارة يا طيب 185,000 2021. 185 موديل 2021، 6 اسطوانات، المحرك طبعا ديزل مشاهدينا الأعزاء. الآن عبد الرحمن طبعا احنا شفنا بداية الدوج الرام الفئة هذه اللي عندك 6 اسطوانات الديزل، بننتقل الان اذا ايضا الى سيارات اخرى. مشاهدين الاعزاء طبعا عندنا سيارات كثيره ما شاء الله عند اخونا عبد الرحمن من فئه الرام وايضا الدوج وفئه ايضا الفورد وايضا اشياء كثيره عندنا هني. اخوي عبد الرحمن تخبرنا عن سوبر ديوتي اللي هو الفورد هذا. الفورد. نعم. فورد سوبر ديوتي اف 250، السياره هذه تيجي عليها ماكينه 6.7 لتر ما شاء الله، محرك باور ستروك، محرك ضخم. نعم. سياره تعطيك 450 هورس باور. جميل. و 1045 نيوتن تارك ما شاء الله. يستخدموها ناس عامة، هاي استخدامها إذا عندك مثلا يخت أو قارب. توني بقول لك يخت قارب بيت متنقل اللي. صحيح. هي الكرفانات مشاهدين الأعزاء، لأن هذه تنفع للقطر، سيارة ضخمة ومحرك ضخم تنفع للقطر، يعني سيارة أيضا قوية مشاهدين الأعزاء. تبارك الرحمن، ارتفاع إطارات العجلات تقريبا عندنا على القياس 20، سيارة معدلة بعد من داخل طبعا بالوكالة، تعديلات الوكالة من الجامبينات والأشياء اللي عليها. خلنا نفتح الباب عبد الرحمن نشوف السيارة من داخل وياكم مشاهدين الأعزاء. طبعا مثل ما خبرناكم سيارة للقطر، سيارة جبارة. صحيح. جميلة، خبرنا عنها. هذه السيارة 360 درجة كاميرات فيها عندك، إذا تريد تستخدمها استخدام يومي عملي تقدر،
واذا تريد استخدام لكجري في عندك الكاميرات مثبت السرعه الذكي، نعم. سقف البانوراما، كراسي تبريد تسخين، سياره فل المواصفات. سياره مواصفاتها الليمتد، ليمتد يعني السياره اللي هي مواصفاتها العاليه مشاهدين الاعزاء، مثل ما قال اخوي عبد الرحمن، يعني اذا عندك انت ورشة، عندك مزرعة، عندك يخوت، تروم تستخدمها، تروم تستخدمها أيضا كاستخدام يومي في المدينة للطرقات الخارجية، لأن هذه السيارة فيها جميع سبل الراحة. صحيح. من المقاعد، المقاعد طبعا اللي هي توماتيك مشاهدين الأعزاء، عندنا أيضا الدواسة اللي تركب عليها، ما شاء الله نشوف وياكم هنا، طبعا اللي هي توماتيك من تفتح وترتفع وياك، وارتفاعها جميل بالشاشة، ما شاء الله. عبد الرحمن، سيارة مواصفاتها طبعا عالية، نبغى نعرف تقريبا العداد وسيارة كم ماشي تقريبا هذه. ممشي السيارة هذه بحدود 45,000 كيلو. نعم. 2021 ليمتد. السيارة هذه سعرها 265,000 درهم. 265,000 درهم. سيارة وارد. وارد أمريكا ولا كندا؟ كندا. بدون كندا. حوادث، بدون أي شيء. السيارة سيارات على الفحص. على الفحص. على الفحص سيارة. سيارة طبعا مشاهدين الأعزاء، سيارات جميلة ما شاء الله، شفنا وياكم سيارات نقل لكن سيارات ايضا جباره وسيارات مميزه مشاهدين الاعزاء. محرك هذا يعتبر المحركات الكبيره مثل ما خبرناكم، تصلح السياره هذه للقطر. وايضا من السيارات الكبيره سيارات ايضا البيك اب، سيارات النقل، عندنا سيارات الرياضيه. السيارات الرياضيه البيك اب الرياضي، البيك اب الرياضي السياره ما شاء الله، هذا غني عن التعريف اكيد. 702 هورس باور ما شاء الله. السياره عليها خلينا نتقدم عبد الرحمن. 8 اسطوانات، 6.2 لتر، يعني محرك اكبر عن الفورد ايضا. هو نفس اقل عن حجم الفورد، لكن الطاقه اللي لانه هذا تستخدم البنزين. نعم. ليس الديزل. هذه الديزل طبعا. هذه الديزل. جميل. هذه صنعوها لاستخدامات اللي عندك للصحراء، تقطيع يطلعون بالسياره يومين ثلاثه اربعه بهاي السياره. بسم الله ما شاء الله، يعني نعم. اثبتت جدارتها. سياره قويه طبعا. تي ار اكس طبعا مشاهدين الاعزاء من فئه الدوج. طبعا السياره بحجمها هذا حجمها كبير، 4 ابواب معدله من الداخل، يعني سياره جدا جدا رائعه. تم اضافه العجلات والاطارات في كندا هذه طبعا. صحيح. اللي هو مقاس ال 22 الاطاره طبعا اللي هي الحجريه مشاهدين الاعزاء، يستخدمون مثل ما قال اخوي عبد الرحمن للطرقات الوعره او حتى للبر. سياره ايضا معدله من ناحيه السسبنشن، عندك كمان الدواسات الماكينه، عندك كمان الرامبار اللي عليه من فوق هذا. نعم. شبت مثلا هذه كلها اضافات، كلها اضافات، لكن اضافات في الوكيل. في الوكيل نعم، من الوكيل هذه، مش من شيء خارجي مشاهدين الاعزاء، كله اصلي من الوكاله من المصنع. يعني هذه السياره طالعه جاهزه بهذا الشكل الجميل. وطبعا هذه سعرها يكون عبد الرحمن يكون مختلف. هذه مختلف طبعا، مثل ما نشوف عندكم العادم، السياره من الخلف مشاهدين الاعزاء، الترتيبات اللي عليها ما شاء الله، اللي هي البلاك اديشن. تفضل عبد الرحمن هنا، ما تفتح مفتوحه الغطاء ولا لا؟ ما عليه، خله بنشوف هنا بس عبد الرحمن. مثل ما نشوف عندنا مشاهدين الاعزاء العوادم، لان السياره هذه 8 اسطوانات، سياره جباره. سعرها وكم ماشي السياره ان شاء الله عبد الرحمن؟ هذه ممشي السياره بحدود ال 5000 كيلو 2021. وارد كندا ايضا. وارد كندا 370,000 درهم. 370,000 درهم. سعرها في الوكاله قريب ال 400-450، اعلى شويه، داخل النص مليون. داخل النص. نعم داخل النص مليون، لكن عندكم انتم بيكون سعرها ان شاء الله 370,000 درهم. 370,000 درهم، والسعر قابل للتفاوض ولا خلاص؟ يزورونا بس المعرض وان شاء الله ما بتقصرون وياه ان شاء الله ما قصرون. طبعا الدوج رام التيركس مشاهدين الاعزاء غني عن التعريف، واللي ما يعرف هذه السياره يسوي بحث بسيط، يدخل اسم هذه السياره ويشوف التحديات واللي طبعا المغامرات لهذه السياره. وايضا الان اخوي عبد الرحمن تفضل معي هنا، نتعرف ايضا على النوع الاخر طبعا من السيارات اللي موجوده عندنا، الدوج رام. هذا خبرنا عن الفئه. نعم. بيج هورن السياره. هذه السياره تكون استخدام ما فيها رفاهيه كثيره، عندك في الليمتد او الرامي الشاشه تكون بحجم اكبر 19 انش. نعم. هنا بحجم 7-9 انش في هذه الفئه. في هذه الفئه. جميل. والداخليه الداخليه كيف؟ تكون في العاده مخمل. تفضل خلينا نشوف الداخليه بعد هنا مشاهدين الاعزاء. مواصفاتها مش الفل يعني تكون. نعم. مش عاليه سياره مقفوله هذه، بس من داخل بنشوف وياكم ايضا مشاهدين الاعزاء. من داخل قلنا مواصفاتها بسيطه. هذه يعني اللي استخدام اليومي للعمل اكثر شيء. نعم هذه الاستخدامات اليوميه. السيارة موديلها كم إن شاء الله عبد الرحمن؟ 2021 السيارة. ماشية تقريباً؟ ممشاها تقريباً بحدود 49,000. 49، سعرها بيكون؟ سعرها هذه السيارة على 120,000. 120,000، بسيطة هذه. هاي بسيطة. سعرها بسيط وهي بسيطة. في ليفل من 90 لل
نعم وانت طالع وانت طالع. طالع على حسب مواصفات لهذه السيارات مشاهدين الاعزاء. طبعا مثل ما خبرنا اخونا عبد الرحمن، لكن عبد الرحمن ما نعرف 5.7 لتر ثمان اسطوانات لهذه السياره. صحيح. ايضا تعتبر يعني لا يغركم الشكل، محرك جبار مشاهدين الاعزاء، سياره قويه لاستخدامات ايضا للقطر، اللي عنده ورشه، اللي عنده مزرعه، اللي يحب يطلع الرحلات، ايضا تصلح لل قلنا بعد الاستخدام اليومي بشكل اليومي. عادي. صح. سياره طبعا معروفه مشاهدين الاعزاء، ثمان اسطوانات، سعرها بيكون 120 والسعر يعني قابل التفاوض. وما بيقصر اخوكم عبد الرحمن ان شاء الله معاكم في هذه السياره واي السيارات الثانيه مشاهدينا الاعزاء. عبد الرحمن هني نقول السياره هذه العجلات الاطارات اللي هي الوكاله الوكاله بدون اي تعديل اي اضافات. صحيح. مثل ما شفنا السيارات الثانيه مشاهدين الاعزاء اللي تكون معدله من ناحيه العجلات والاطارات للاستخدامات طبعا مثل ما خبرناك، لكن هذه ما شاء الله شغل السياره واطلع فيها مشاويرك دايركت، يعني كان عندك سياره دفع رباعي من نوع ثاني بس. صحيح. جميل. والسياره قلنا بيكون سعرها ان شاء الله 120 الف، سياره اربع ابواب اللون الابيض، عندكم الاشاير هنا مشاهدين الاعزاء. وبعد الجميل في الدوج مشاهدين الاعزاء المقصوره عبد الرحمن كبيره. صح. ان تقدر سايق عدال السايق الركاب اللي في الخلف ياخذون راحتهم في الجلسه في هذه السياره مشاهدينا الكرام. عبد الرحمن نشكرك على هذه الجوله الجميله. العفو. وعلى انواع السيارات اللي عرفنا عليها. وايضا مشاهدين الاعزاء في مجموعه وكميه كبيره من السيارات، لكن طبعا الوقت ما شاء الله يعني ما نقدر نغطي لكم كل هذه السيارات. خبرنا بس عبد الرحمن قبل لا نختم معاك انواع السيارات اللي موجوده عندك والفئات يعني. نبدا احنا باقوى باعلى فئه. نعم. من فئه ال 250 اللي هي السوبر ديوتي الديزل. جميل. موجود عندي منها اللي هو نفس ما تكلمنا اللي هو 6.7 لتر ما شاء الله ثمان اسطوانات، وعندي ايضا 7.3 لتر بنزين سوبر ديوتي كمان هي نفس الفئه متقاربه، فرق الوقود اللي هو الديزل والوقود البترول. صحيح. نعم. وعندي فئه كمان في الفورد، عندي فورد الاف 150 هذه تقارنها، تقدر تقارن هاي السياره مع الدوج رام ال 1500 اللي هي. نعم. مش تي ار اكس العاديه اللي العادية. مثل عندك. نعم. البيج هورن او الربل او الليمتد او الفئه الثانيه اللي هي الارامي، والفئه الثالثه من الفورد الموجوده اللي هي الرابتر الرياضيه. تيجي تختلف يختلف حجم الماكينه شويه 3.5 اعلى عن العادي 2.7. جميل. وتكون الهورس باور شويه عندك زياده ثبت البر. اذا مشاهدينا متابعينا الاعزاء وصلنا معاكم الى ختام جولتنا وفقرتنا الرائعه من ارض حراس سيارات الشارقه، وايضا من هذا المعرض المتميز بسيارات الدفع الرباعي وسيارات النقل مثل ما شفتوا ويانا طوال هذه الفقره. حياكم الله، نشوفكم ان شاء الله على خير في حلقات وفقرات قادمه، ومع السلامه.